كما طبعا محاضرات المودلينج وصلنا الى البي نفس المعادله ان جنريشن. فالان مالت البي راح يكون سي بي نوت في اف نوت زائد الجنريشن مالتنا راح يكون K في C B أس N K العفو في C A أس N K 1 C A أس N في مضروب في الفوليوم حتى الوحدات تصير كليتها موال على سكند هنا موال على سكند هنا يساوي C B في ال F D C B في ال V D T ماكو consumption. هسه طبعا في حالة إذا قلنا نفرض أنه reaction first order فهذا لن يصير واحد. إذا فرضنا ماكو تغيير بالفوليوم يطلع الفوليوم إذا فرضنا الفلوريت اللي يساوي الفلوريت الأدفة الأف يساوي الأف نوت. إذا فرضنا أنه ماكو بي داخل المفاعل فهذا كله يصير صفر حسب الأسامبشنز اللي أنا ممكن أعطاها لهم هي المعادلة الجنرال ثم نجي نحلها بعد ذلك. هسه طبعا اكو فد مشكلة أعتقد ناس عندها مشكلة شلون تكتب هاي المعادلة. طبعا خل نجي نذكر أنه معادلة الريت مال أي مادة تنكتب بدلات المواد المتفاعلة فقط. فراح اجيب المثال اللي وراه راح يتوضح اكثر شلون نكتب معادله الريت ببساطه بحيث حتى واحد ما يخطا بها ولا غلطه. زين عندك مثال اللي وراه اي مضبوطه على البي عندك مثال وراه عندنا ثلاث مواد A و B و C ده يصير ان واوت بي هنا والى اخره. شوف نفذ فراغ نكتب بي هنا أنا. خلينا نجي بالنسبة لل A طبعا خلينا نجي هي المعادلة A goes to B goes to C هذا K1 هذا K2. أسهل طريق واحد يفلش المعادلة يكتب A goes to B B goes to C. هذه الريت مالتها ينكتب بدلات المواد المتفاعلة فقط لأن كل الريت ينكتب بدلات المواد المتفاعلة فهاي الريت مالتها هي K1 C A أس N وهاي الريت مالتها هي K2CB أس N. فلما أريد for RA RA شي يساوي ال RA طبعا بس ده يستهلك فهو موجود هنا بهاي المعادلة فش راح أقول راح أقول هو K1CA أس N for RB طبعا هو هنا ناقص هنا طبعا نحط ناقص وزائد. أنا بالنسبة للمعادلة اللي يريد يحطهم كلهم بطرف واحد ويحط الإشارات أو يحط مكان يعني إذا حطيت الجنريشن مكانها والكونسمشن مكانها لا تحتاج ما تحتاج الإشارات تخليها لأن هي أوتوماتيكيا صايرة. زين هسه البي البي هنا أنا موجود هنا أنا دا يتكون فهي زائد K1CASN هنا دا يتكون هنا دا يستهلك ناقص K2CBASN السي هنا أنا دا يتكون K2CBSN وانتهت المسألة. طبعا بالنسبة للمعادلات مالتنا نجي هنا مباشرة DV للسي على DT الـ N والـ Out الـ Out شاورين هالطرف وهنا الـ Consumption اللي هو المفروض هنا فصار إشارته هنا ناقص. بالنسبة للـ B لحظة الـ B الـ B متكون بأول معادلة مستهلك بثاني معادلة فـ K1CBSN لازم ويت جنريشن فعلا هي ويت جنريشن لأن هذا وين مكان الـ N والK2CBSN ويا الكونسومشن وهي فعلا بإشارة تناقص ويا الكونسومشن لأن المفروض هي هنا موجودة بهذا الاتجاه. بالنسبة للC فهو يتكون فقط من الB فهي K2CBSN فراح يصير لها إشارته K2CBSN ومضروبة في الV بالنسبة للC. هاي ثلاث معادلات بسيطة طبعا بالنسبة لأي معادلة ريت ممكن تيجي ممكن نكتبها بهذه الطريقة. أي معادلة ريت في حالة حتى لو أكون ريفرسبل أكتب المعادلات الإندفجوال مالتها كل رايت من عندها ثم اشوف شو احتاج يعني اي بي شغلات مفاعلاتي هاي. خلينا نشوف بعشرتنا امثله اطفر شويه اخلص الماس ثم ارجع للانيرجي حتى اتكلم عليها بشرح واحد اكل انيرجي انيرجي. هذا هيك اي نعم. هسه خلينا نجي نتكلم عن سيريز اوف تانك سيريز اوف ايزوثيرمال كونستانت هولد اب تانك. عندك مجموعه من التانكيات نريد نسوي لها معادله. طبعا لما نقول كونستانت هولد اب يعني الفوليوم مالتها ثابت ما يتغير مع الزمن فنقدر نطلعها برا. فراح نجي بالنسبه للتانك رقم واحد اف نوت الان و اف 1 الاوت وراح يصير دي رو في 1 بالنسبه للتانك الاول على تي تي. هذا بالنسبه للكونستانت هولد اب فهو الاف نوت يساوي الاف 1 كونستانت هولد اب دقيقه كالدنسيتي ثابته طير الدنسيتي راح يصير دي في عن دي تي. الدي في عن دي تي بما انه كونستانت هولد اب فراح يتغير
يطير كل يتجر ما كنا غير بالنسبة للفوليوم مع التايم فراح يطير فراح يجي كل اللي يبقى هو عندنا F0 يساوي F1. بالنسبة لكل التانكيات نفس الحاجة فاش راح يصير F0 يساوي F1, F1 يساوي F2, F2 يساوي F3 كلها متساويات لأنه الفلو ريت بيتغير نهائيا طالما الدنسيتي ثابتة والفوليوم مالته ثابت فماكو أي تغيير. هسه نجي الاندفجوال كل مادة اكو تفاعل قايل يمكن قاعد تفاعلكو اي تفاعل فيرست اوردر اي تفاعل فيرست اوردر بالنسبة للاي كل المواد مو مشكلة فرح نجي نفس الشيء نقول كونستانت هولد اب الفوليوم يطلع برا اف سحب عام المشترك لانه كونستانت هولد اب في الفلورايد كلها نفسه اف سي نوت الان والاوت وهنا بما انه اشارته سالب فهو كان المفروض هنا شاملينها فهو كونسمشن يستهلك بالنسبة للاي. بالنسبة للتانكي الثاني نفس الشيء بس الرموز تتغير. التانكي الثالث نفس الشيء كي تختلف في يختلف كلش بسيط. طبعا هنا الكي نعرفه انه احنا نقدر نعبره بارينيوس اكويجن هي الالفا يوس ناقص الاكتيفيشن انرجي ار على ار تي فنقدر نبدل الكيات كليه بدلاله درجات الحراره فتصير المعادله هالشكل بعد التبسيط هنا اللي هناك كافي. هنا انا بعد هسه راح احولها الى هذا الكتاب طبعا اللي تدرسوه تو ماثماتيكال موديلنج هو الغرض منه كنترول. احنا الموديلنج لما نسويها بنحتاج بالكنترول حتى نطلع منها الترانسفير فانكشن فهذا الموديلنج مو ديزاين موديلنج لا هذا الموديلنج مال الكتاب كليه يشبه البيرد البيرد موديلنج فور ديزاين بيربسز هنا الموديلنج فور كنترول بيربسز الكنترول الموديلنج ما تصير ابسط لانه اللي راح يصير اعقد بعدين فالمعادلات كيف يقدرون يبسطوها البيرد حتى لو تبقى معقده مو مشكله بس ما هذا يبسطوها. هنشوف بعد CSTR with variable holds up. Variable holds up طبعا التانكي الاول الكونستانت دنسيتي ثابته بس الفوليوم دا يتغير فما اقول F0 يساوي F1 ما يصير لانه variable holds up الفوليوم دا يتغير زين. بالنسبه لل overall او continuity equation بالنسبه لل individual طبعا ال individual ال V ما راح تطلع من الدي تي لانه ال V دا تتغير وال F0 ما اقدر اسحبها عامل مشترك بال F1 لازم تبقى زين. بالنسبه للتانكي الثاني نفس الشيء F1 لا يساوي F2 فهي دي V2 على DT. الفكرة انه الفوليوم ما راح اطلعه برا الزمن او واذا طلعته برا الزمن راح يصير دي على DT ودي على DT صفر فراح يروح ويا الفوليوم. نفس الشيء بالنسبة للتانكي الاخ. اعتقد بالنسبة لهذا الكتاب فقط خلصنا الماس موديلنج. انا حخلص هذا الكتاب كله المنهج المطلوب مالتكم ومن ثم راح ارجع اتكلم عن هم الماس والهيت وعلى امثلة اخرى قد ما اقدر امثلة راح احل ونشوف لي وين نوصل وشكرا.